لمزيد حول الموضوع لمناقشة مستجدات الملف السوري معنا من باريس عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل. أهلا بكم أستاذ أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية. نبدأ من الغوطة، هذا القصف العنيف المتواصل على المنطقة في أي سياق يمكن وضعه ويأتي، وما جدوى اتفاقيات وقف التصعيد؟ طبعا اتفاقيات وقف التصعيد ينفذها الجانب الروسي والنظام والجانب الإيراني حسب هواهم وفق مصالحهم، عندما يكونون متضايقين في منطقة ينفذون وقف إطلاق النار، وعندما تقتضي مصالحهم غير ذلك يعودون إلى خرق وقف إطلاق النار، لأن هذه الاتفاقات لا راعي لها لا ضامن لها، وإنما هي متروكة مطلقا، لأن الشعب السوري متروك جميع الدول العربية ومتروك من الأمم المتحدة ومتروك من العالم كله، وبالتالي هي اتفاقات مزاجية يفعل فيها الطرف المحتل الروسي والإيراني ما يشاءون، والشعب السوري يدفع ثمن باهظ جدا لعملية تركه من قبل جماعة الدول العربية والدول العربية والمجتمع. يعني عمليات القصف المكثفة على الغوطة أستاذ أحمد، هل هي بداية لعملية عسكرية على الغوطة الشرقية من الممكن دخول النظام إليها، أم أن دخول النظام إلى الغوطة أمر صعب بوجود الفصائل المقاتلة هناك؟ مكلف جدا، ولذلك هم يحاولون دائما إبادة شعب الغوطة بحيث أنه يعني تحرق سياسة الأرض المحروقة. ولكن الحمد لله حتى الآن كل محاولات فشلت رغم تكرارا مرارا وتكرارا من مدة طويلة جدا. نعم، هناك أرتال تتجه باتجاه الغوطة حسب ما ورد من أجل العملية العسكرية التي كما قلت أستاذ أحمد بأنه يسبقها عملية أرض محروقة، هذه السياسة المتبعة من قبل النظام وأيضا المحتل الروسي لدخول الغوطة الشرقية، ولكن الفصائل المعارضة الموجودة في الغوطة الشرقية، حالة التفكك الموجودة هناك، هل ستساهم في إيقاف الدخول إلى الغوطة؟ يعني هذا موضوع تحدثنا عنه منذ سنوات، الوضع على الأرض يفرض ذلك للأسف الشديد، الوضع معقد جدا جدا، وتعدد الفصائل سببه تعدد الداعمين وحالة الترك، ترك الشعب السوري، يعني المناطق المحاصرة في الطبيعة سوف تنشأ فيها فصائل متعددة لأنه هي منقطعة عن العالم كله، وبالتالي يصبح هناك استقلال لكل مجموعة من الأفراد المقاتلين بحكم طبيعة المعركة التي هي تنتقل من قرية إلى قرية، وهذا أمر يبدو أنه ما له حل برغم أنه في جهود كبيرة بذلت في هذا الموضوع وحصل تقدم، ولكن لن ينتهي هذا التعدد، تعدد البنادق طالما أن الوضع الإقليمي والدولي هو بهذا الحال. نعم أستاذ أحمد، بالانتقال إلى عفرين وملف عفرين في ظل أن في التركي لدخول قوات تابعة للنظام إلى المنطقة، برأيك كيف يمكن أن تنعكس هذه الأنباء المتضاربة على المعركة على الأرض؟ سرعت المعركة، وأمس واليوم حقق الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي تقدم كبير جدا، ونحن على حققنا حوالي 80% من هدفنا الأول من هذه العملية، وهو ربط المناطق المحررة في حلب ما يسمى منطقة درع الفرات بالمناطق المحررة في إدلب، لأن عفرين هي القاطع ما بينهما. فسوف يكتمل خلال يوم أو يومين بحسب تقديراتي، يومين ثلاثة أيام بالحد الأقصى، سوف يكتمل تواصل حلب مع إدلب عبر شريط حدودي حول عفرين كلها. وإذا نظرت إلى الخريطة اليوم تجد بأنه 80% من الطريق إلى هذا الهدف على وشك أن يتحقق، باقي فقط بلدة ميدان كلس والشيخ حديد فقط، بس يطرد البيكيكي من هذه المناطق تصبح يفتح الطريق ما بين حلب وإدلب، وهذا إنجاز استراتيجي كبير جدا كبير جدا، وأحد الأهداف الرئيسية لعملية عفرين يكون قد تحقق. نعم، هل هدف القوات التركية عند دخولها من معركة غصن زيتون هي تأمين هذا الشريط الحدودي أم السيطرة على كل مدينة عفرين والمركز الرئيسي للمنظمات، منظمة البيكيكي واليبيجي؟
الهدف الأول هو ربط درع الفرات بإدلب، حلب بإدلب، وهذا على وشك أن يتحقق. الهدف الكبير الثاني لتركيا ولنا، والهدف الأول هو أيضا هدف لتركيا ولنا، هو تقليم أظافر هذا التنظيم الإرهابي وتوجيه ضربة له أمام جمهوره، لأنه هو يلعب على عواطف جمهور مؤجج قوميا، وصار بطل كبير تعرض لضربة قاسية في العراق في تنازله عن كركوك، وهو الآن يتعرض ضربة أكثر في عفرين. نعم أستاذ أحمد، بعجالة لو سمحت، لو صدقت الأنباء التي قيل بأن النظام السوري يتجه وقوات النظام تتجه إلى منطقة عفرين، هل سيكون هناك اشتباك أو مواجهة بين الجيش التركي والجيش السوري في تلك المنطقة؟ أنا لا أعتقد بأن القرار هو قرار يمكن أن يتخذه PKK والنظام السوري، هذول لاعبين صغار ينفذون ما يتفق عليه الكبار فقط، وأعتقد بأن الكبار قرارهم أن لا يحصل مثل هذا الاشتباك. نعم الأستاذ أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.